سونا اتأخرت أوي، أنا لازم أخرج من هنا. هدي نفسك بس وحاول ترتاح، ده أنت ما دقتش طعم النوم من امبارح. مش هينفع أقعد هنا أكتر من كده. تليفونك اللي بيرن ده رقم غريب. طب اوعى ترد ولا تكون الحكومة عاملة لك كمين. طب رد أنت وقولي إن التليفون ده لسه الحقيقة. ألو مين؟ أنت لمين؟ أنا التليفون ده لقيته في الشارع. عبير؟ لا. ألو يا عبير. ألو ألو عبير، مين معايا؟ طبعا أنت عارف أنا ممكن أعمل إيه في مراتك. كويس يا حربي. إيه؟ سكتت ليه؟ مصدومة؟ طيب أنا عايزك تجيلي النهاردة عشان نقعد نتكلم كده وناخد وندي مع بعض، بعد كده كل واحد يروح لحاله. لا 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 ما تقلقش، الكلام ده هيبقى بيني وبينك، ملوش علاقة بالبوليس خالص. أنا عايز على دخلة الليل تبدأ تتحرك لي كل وحدك. يعني لو مراتك فارقة معاك حرام عليك وسيبوه في حاله. أنا مش عايز أسمع صوتك خالص، عايزك تخرسي. يلا حبيبي أنا مستنيك. سلام. أنا مش عايزك تخافي، محدش هيقدر يأذيكي. بس أرجوك قولي لي بنتي فين؟ بنتي فين؟ والله العظيم حربي من يوم ما سابكم ما يعرف حاجة عنها، هي اللي كانت بتيجي بس وعاملة صاحبة صفية. كويس. آخر مرة بقى جت إمتى؟ شفتوها إمتى؟ معرفش، كانت بتيجي لصفية كتير بس معرفش إمتى بالظبط. طب لو تعرفي أي حاجة قولي لي، أوعدك هوصلك لغاية باب بيتكم. أرجوكي بنتي فين؟ أرجوكي. استنى هنا، انت رايح فين؟ انا مش هسيبك تخرج وتسيبني هنا لوحدي. مراتي اتخطفت هنا ولازم الحقها. والنبي ما انت ممكن لما تروح تلحقها الحكومه تقبض عليك. يحصل اللي يحصل لازم الحقها عبير. استنى. مين؟ سونا. الحمد لله لحقتك يا حربي. شفت اللي حصل لعبير يا اخويا؟ عارف عبير مع ناس ما بترحمش، لازم الحقها. تلحقها فين؟ اوعى تروح لوحدك، لازم تاخد حد معاك. مش هينفع سونا، خد بالك انت. استنى بس والنبي، اوعى تروح ناحية المستشفى. مستشفى مترشق حكومة. طب حسبي والنبي يا ست سونا. رايحة فين؟ رايحة فين؟ احنا عارفين هو رايح فين. اقعدي هنا اتكني لما نعرف ايه اللي هيحصل. يا دي الغلب.